وفي هذه الأيام يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية ويوم القر، وهي من أفضل أيام الدنيا. فروى أبو داود في سنن من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، وهو اليوم الذي يستقر فيه الحجاج بمنى. وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء، يعني الحجاج. وهو يوم المغفرة والعتق من النار، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا فضل عظيم أخي المسلم، أن تصوم يوما في سبيل الله يكفر الله عز وجل عنك به خطايا سنتين كاملتين.